أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. اليوم في عنا ملحد مميز، ملحد يعني بالنسبة لي شخص رائع كثير مهم، هو الملحد الأمازيغي كريم العبيدي، يعني نار على علمه ما فيني أنا أعرفه، هو يعني ناس كلها بتعرفه وأنا أقل منه أعرفه، فدعونا نرحب به. اهلا وسهلا بك اخي عبيد. ازول في اللون، اهلا وسهلا، هذه التحيه الامازيغيه، ازول في اللون، اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك. هناك من موته بالفعل تعتبر اكبر خساره، وهناك من موته تعتبر راحه، وهناك موته وحياته كيف كيف. جان برو كان موته صدمة لينا الكل وخسارة كبيرة. في الحقيقة ما عنديش الكلمات اللي باش نعبر بيهم عن أسام تاعي والحزن تاعي. قبل كل شيء نعزي عائلته وولاده، ونعزي نفسي، ونعزي كل اللادينيين، ونعزي كل شعوب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخاصة الشعب السوري والشعب الكردي الذي ينتمي إليه جان برو. عرفت جان برو إنسان حساس وعاطفي وشاعر، إنسان طيب بأتم معنى الكلمة، إنسان إنساني وطني لمنطقته الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كان يحترم كل خصوصيات شعوب هذه المنطقة، من الأمازيغي إلى الفرعوني إلى الكنعاني إلى السرياني إلى البابلي إلى السوماري إلى العربي. بالحقيقة الكلمات تصعب واحد باش يقولها. وقتها سمعت الخبر لم أصدق، واحتجت إلى وقت باش أتأكد أن الخبر ليس مزحة. بالفعل لقد غادرنا جان برو، الشاعر اللي عنده أشعار الحرية، قصائد الحرية، تنجموا تبحثوا على قصائد الحرية اللي توريك الرقة بتاع هذا الإنسان اللي عاش لاجئ خارج بلاده، لأن بلداننا ما عادش نجموا نعيشوا فيها. الأحرار واللي يفكروا واللي يحبوا الخير لبلادهم والوطنيين مهجرين خارج بلدانهم. هذاك علاش احنا نخدم نهار وليل باش تولي البلدان متاعنا كيما بقية دول العالم. ما نعرفش شنو باش نزيد نقول أكثر من هذا، أما ما هو أكيد أن جان برو لن يموت. جان برو لن يموت. جان برو مش مجرد جسد، جان برو فكر. فكر انطلق مع الانترنت في جميع مناطق شمال افريقيا والشرق الاوسط من اجل توعية هذه الشعوب من الداخل، من الروح متاعنا، دون الاعتماد على اي جهة مهما كانت. الاخلاص الكامل لشعوبنا ولتاريخنا ولحضارتنا والإنسانيتنا باش نثبتوا وجودنا ونغيروا شعوبنا ونرجعوا لأصلنا ومشاركتنا الإنسانية في إنسانيتها. إذن جان برو لن يموت، لن يموت، هو فكر،
والبرنامج نتاعو الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا لازم يتواصل. الجهر بالإلحاد والجهر بأي عقيدة مهما كانت وأي فكر، ما عادش تسكتوا. يزينا من السكوت، يزينا من النفاق، يزينا من الكذب على أنفسنا وعلى الآخرين، يزينا من بحث العون خارج مناطقنا. فلنكون وطنيين كيما جون برو، ونكون صريحين كيما جون برو، ونقول الكلمة متاعنا ونفكروا بصوت عالي. ما عادش تخاف، راهي هذه الحياة لا تسوى شيء. من العدم نأتي وإلى العدم نعود. القيمة متاعنا الحقيقية شنو عملنا في هذه الحياة، شنو قدمنا في هذه الحياة للأجيال القادمة للمستقبل. هذه هي النقطة المهمة. المهم هذه كلمة بسيطة جدا لذات وفكر وعقل وإحساس جان برو، ولكل من أحب، ولكل إنسان عرفه من قريب أو من بعيد. فلنواصل الطريق ولن نتوقف، ونبقى على الطريق الصحيح من أجل إخراج شعوبنا من الجهل والتخلف. ونخليكم الآن مع بعض ردود الأفعال الإخوة المتنورين، الإخوة المتواضعين اللي قدموا في أنفسهم ووقتهم من أجل توعية شعوبنا. تحياتي للجميع، ولتنم في سلام جون برو، تبقى في عقولنا وتبقى في ذاكرة التاريخ. مساء الخير، أهلا ومرحبا بكم على قناة جسور، وحلقة خاصة كما قلت هي حلقة خاصة لإحياء ذكرى هذا البطل الرائع، الصديق الطيب الوفي، صاحب ال 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 القلب الواسع، رجل محترم جدا، كان أخ وصديق وصديق كبير وصغير مع الكل، ناشط من أوائل الناشطين في هذا المجال، في مجالات التنوير. أخونا الحبيب، مثل ما يقولون نحن نقول إنا للكون وإنا إليه راجعون. أخونا الحبيب جان برو اللي تركنا وغادر اليوم لأسباب طبيعية إنسانية لا نعرف، لكنه غادر، و بصراحة ترك صدمة كبيرة للجميع. أولا أقدم تعازي لزوجة وأطفال الحبيب جان برو، ووضعت هذه الصورة بالضبط لأن لحد الآن أتذكر لما عملنا هذه الصورة لجان، أتذكر نغمة الضحكة اللي كيف ضحك لما شافها. فأخي الحبيب الطيب جان برو، الوداع، سنفتقدك كثيرا، أحد رموز التنوير. وبصراحة أول ظهور إلي في العربي أنا شخصيا كان مع جان برو، وحتى زوجتي ظهرت معاه لأول مرة، ويمكن لحد إن هي لا تعرف، أنت تعرف، وإحنا تكلمنا معاه قبل تقريبا يومين أو 3 أيام. نحن هنا جميعا لإحياء ذكرى هذا البطل الرائع، هنا الحبيب اللي له جهود وحلقات وكلام كثير مع جان برو. تفضل نبيل الحبيب. المهدرة، الدمع غلبني، أشرب على صحتك عزيزي برو. حبيب قلبي، على صحتك، طيب الله صراحة. تحب نتوقف؟ خذ غيري الآن، ما أقدرش أحكي عزيزي. حبيبي الأب الرائع المرشد الأخ نبينا الحبيب سامي الدين. أخويا كريم العبيدي، وأنت عندك كمان ذكريات مع أخونا الحبيب، تفضل.
في الحقيقة يعني صدمت يعني بهذا الخبر يعني المفجع. يعني جان برو يعني شاعر وحساس، وأنا أتفهم من أستاذنا سامي الذيب اللي كان دائما يقول لي يعني أنا باتصال بسامي الذيب في مسألة الأشعار ويستشيره ويساعده ويقف معاه. في الحقيقة أنا عرفت سال وجون في نفس الوقت، وكانت أول مقابلة عندي مع جون برو حقيقة. يعني كنت نصعب في نطق اسمه، يعني أتذكر معناتها إنسان طيب. وش تحبني نقول؟ يعني إن من العدم وإلى العدم نعود. يعني إحنا في هذه الدنيا عندنا طريق نسير فيه وينتهي دورنا. العمل اللي نقوم به في الدنيا هذه بقاؤه في بقاء الأجيال القادمة، كما قال قلقامش وقتها في قصة قلقامش، إنه اكتشف الخلد بالعمل اللي نقوم به. يعني في الدنيا هذه تأتي لازمك تترك أثر، لا تأتي وتذهب كما أتيت منها. وجان برو في الحقيقة عندما شاورني في مسألة، يعني هو شاورني أنا وشاور كثير من الإخوة في مسألة الجهر بالإلحاد، ومعنتها وأنا عجبتني الفكرة، ومعنتها عجبتني الفكرة كثير جدا، وعملت معاه مقابلة ومقابلتين. الحقيقة الخبر هذا يعني صدمني كثير، ولكن جان برو ميموتش مادام فما أشخاص يناضلون ويواصلون طريق جون برو، اللي يموت فينا البقية تواصل. هذا طول عندي باش نقوله يعني، وأنا أقدم تعازي إلى أهله وإلى أصدقائه وإلى أولاده وإلى كل العائلة، وأرجو معناتها أن يتمسكوا بالصبر. وهذا شنو عندي باش نقول يعني، ما عنديش كلمات في الحقيقة، يعني أتكلم هكذا فقط. شكرا لك. لكل أخوة، نحن لا نريد أن نكبر الموضوع ونذهب إلى اتجاهات وطرق أخرى. سبب الوفاة اغتيال قتل، توفى الرجل والكلام عن زوجته. إذا صار شيء آخر في المملكة المتحدة في تحقيقات، وهذا بلد محترم يستطيعون يعرف الحقيقة. لكن المهم الجسد مات، لكن الفكر والذكرى هو موجودة معنا، وهذه الأشخاص بس مجرد الذكر. هذا الشخص يكفي. نبينا تحب تتكلم الآن ولا؟ أخاف أخي إني ما أقدرش أتكلم. تعزية لعائلته ولبناته وجميع أصدقائه. الحزن خانق إني ما أقدرش أتكلم. أعذرني، أترك الكلام لآخر رمضان، يعني مش عارفة أتماسك. رمضان غالي طبعا. رمضان أول من نقل الخبر وأنا تحت رحمة طبيب الأسنان، فكنت فاكر عن بيهزر معايا وينقل لي شغلة سخيفة، بس تفضل رمضان. يعني هو واحد من ساعات ما الخبر بنحاول إن إحنا نتفق يعني إن دي الطبيعة، إحنا كلنا حنلقى نفس المصير شئنا أم أبينا. طبعا ان احنا واحد من الناس اللي انا بعتبرهم ابطال اللي بدأوا المسيرة برضو واظهروا ناس كتير الى العلن، اللي هو عمله لم ولن يذهب هباء. انا كان لي الشرف ان انا طلعت معاه حالة في اول ما بدأت، يعني في اول الظهور، و خبر صعب يعني بنحاول نتماسك قدر الإمكان، وبنرسل التعازي لأهله وأحبابه وكل أصحابه ولينا كلنا. والخبر كان صدمة فعلا، يعني حاجة يعني عارف مفاجأة، يعني إن إنسان يعني إنسان خلوق ومؤدب وعمره ما غلط في حد، ويعني لو هنقعد نحكي عنه حاجات كتير جدا يعني مش هنخلص.
إنسان بطل مناضل من الناس اللي هم أقدر أقول إن هم حطوا مسمار كبير في نعش الإسلام وفي القضاء على الدين، لأنه أظهر ناس كتير إلى العلن وناس كتير كانت بتخاف إنها تظهر. جان من الناس اللي جرأت ناس كتير، ممكن أقول برضو أنا منهم، إن هم يظهروا ويطلعوا ويتكلموا ويعبروا عن أفكارهم بحرية وما يخافوش. وهو ده اللي احنا عايزينه، ان الناس ما تخافش، ان الناس تطلع وتتكلم وتعبر عن اللي هي حاسة بيه واللي هي شايفاه. طبعا ليركض اخونا جان في سلام ولا تقلق، احنا هنكمل المسيرة. شكرا. شكرا. وبالمناسبة ارجو من كل اخوانا نبدأ الخلافات الشخصية، اختلافات الفكر، اختلافات العقائد والمشاكل اللي تحصل هنا وهناك، ونأخذ من هذا الدرس إنه نحن كنا عند هدف واحد وهدفنا الإنسانية، بغض النظر عن الاختلافات اللي تحصل هنا وهناك. أبو الحكم أهلا بيك، أنا سأرجع لك بعد قليل. طبعا أبو الحكم الشخص اللي تواصل مع زوجة الفقيه وسيذكر لنا بالتفاصيل. أمير تفضل، دورك حبيبي. أهلا وسهلا بك سعد، وأهلا بالضيوف الموجودين. أعزي عائلة الفقيد وأنقل لهم صورة عن مأساتنا، يعني مأساتهم مأساتنا. فقيد أخونا جان، أنا بصراحة ما ملتقي أكثر، التقيت أخونا جان مرة واحدة آخر حلقة يمكن سواها ظهرت وياه، بس أنا بالنسبة لي متابع قديم إله من أيام ما كنت أنوي الإجهار بإلحادي، أنوي أنه أظهر، فكنت دائما أفكر بجانه أنه راح أطلع ويا جان. يعني كان عنده شغلات تحسه، يعني عنده أشياء صعب يمتلك أي إنسان. حبيت بيه صموده، حبيت بيه إصراره، حبيت بيه قضيته، يعني قضيته اللي كان أشعار اللي كان يعطيها وحسه المرهف، هاي الشغلات كلها نادرة ما تتجمع بإنسان واحد. أتذكر يعني أتذكر حالي من كنت أسمع لقاءاتي ويا دكتور سامي ويا دكتور وفاء ويا ديفيد، وهاي شغلات تعلمت من عنده. أنا بصراحة افتقدت إنسان مهم جدا في عالم التنوير، أحسه وترك دور كل كبير، وأتمنى أتمنى أنه إحنا نمشي على خطاه. بالنسبة لي عندي استعداد انه امشي على خطاه واكمل مشواره، واذا يسمحوا لي انه التزم قناته واكمل المشروع اللي هو بدأ، فخر لي انه اسوي هذا الشيء. هذا اللي اقدر اقوله سال، واترك الباقي لابو الحكم لانه هو اكثر انسان قريب كان مني. اكيد اكيد. ودعوه اخرى لنشر حلقات جان برو، اينما تجد هذه الحلقات رجاء انشروها جست تمجيدا لذكراه. أبو الحكم كنت آخر من تواصل معه، وبالمناسبة حتى أؤكد كلام أبو الحكم لما ذكر أنه جان ما ترك، وجان كان يعني الأسبوع القادم يبدأ نشاطه الجديد، وإحنا كنا أنا وأبو الحكم وجان قبل أيام معدودة، لأنه في شائعات أنه جان ترك وسيترك، لكنه لا لن يترك، كان عاوز يغير مسار حلقاته واتفاقاته مع الأصدقاء بالظهور الاثنين القادم، وأبو الحكم راح يتكلم لنا عن التفاصيل. البقية بحياتك يا أبو الحكم. شكرا سال، وسلام للجميع. طبعا البقية بحياتنا كلنا، يعني البقية بحياة الإنسانية، بحياة كل إنسان حب الجان واعتبره أخ وصديق. آخر مرة أنا وسال وجان حكينا مع بعض قبل 3 أيام أعتقد، صح سال؟ أيام معدودة، أيام معدودة. ضحكنا وقلت يا ريت يعني تصير مشكلة أو مصاب حتى نجتمع مرة أخرى، يعني قصدي مو على الموت، ما أتذكر على شنو كان، يمكن على موت
على كنا في مساندة لحرقان، لحبيب حرقان. أحمد لما كان مسجون التقينا احنا ثلاثة وحكينا هالحكي، وراها تقريبا يومي أنا متواصل معه. أول آخر مرة أول بارحة حكيت ويا جان. طبعا متأسف حلقة أحمد ما قدرت أسيطر على نفسي لأن الخبر كان لسه فريش علي، وأول واحد خبرته لأحمد حرقان. والآن مصدوم أنا صراحة، يعني كل لحظة أقول أني يعني نايم وراح أصحى وألاقي هذا كان كابوس. يعني المهم يعني حكى معي قبل كم يوم، هو كان يشتغل يعني يشتغل على التاكسي، لذلك ما كان يقدر يعني يطلع بالليل، ما عنده غير الأحد واستراحة وبقية الأيام كل الشغل. فقال لي حكمة أنا راح أطلع من أوغاد، راح أشتغل بالتاكسي من الاثنين للخميس بالنهار، أجي أستريح ساعتين وبعدين أطلع الليل حلقات. أول بارحة آخر مرة حكيت معه على أساس نحكي مبارح، ما اتصل، قلت يمكن بالشغل تعبان أو شيء تركته. المهم يعني اللي اتفقنا عليه أنه بس سكت الأصوات الحقيرة اللي تحكي عن وتطلع إشاعات ودعايات عنه، وكل يقدرون يشوفون الإعلان اللي كان مسويه أنه راح يطلع من الاثنين إلى الخميس. أول حلقة كان متفق عليها مع رياض، أعمل حلقة يعني نحكي عن خرافة الأديان، وبعدين يطلع مع ديفيد وحوار مفتوح كيف نربي أطفالنا. فيعني وقال لي بعد إذا عندك أفكار أخرى يعني تناقشنا اثنيننا، نقول هاي ما عجبتني، قول هاي، وأعطى فكرة نعطيت فكرة حتى نعمل نغطي الأسبوع كله. وكان الاتفاق إنه هاليومين أتكلم مع أصدقاء جان المقربين كأحمد حرقان، جورج سال، كنت أفكر أحكي مع رمضان، أمير، ليو، أستاذنا سامي، يعني الكثير من الأصدقاء كنت أفكر أتواصل معهم حتى نكمل المشوار. المهم اليوم الظهر كان جايني اتصال بالواتساب وأنا برا ما عندي فايبر يعني إلا لما أكون بالبيت، وما عندي واتساب يعني كله على الواي فاي استقبالها. المهم رجعت أنا اتصلت فيها الساعة 6:30 المساء، قلت لها يعني تصورت راح أحكي مع جان ومزحت معه كيفك يا ريس وكيفك، وشفت مرته جاوبتني. أنا استغربت يعني بحياتها ما رد على تليفون ولا أنا سامع صوته يعني. قلت له ما لزحمة تطيني جان شوي أحكي معه مشان أشرح له بقية الأفكار اليوم، قلت أفرحه يعني، كنت كاتب له بالسكايب اليوم ومزحت معه بالآخر وقلت له والسلام عليكم ورحمة الله، فشفته ما جاوب يعني استغربت، إحنا دائما على التواصل. المهم قلت له أعطيني جان، قالت لي جان ما يقدر يحاكيك لأنه مات. فأنا ما استوعبت شو قالت، قلت لها شكرا شكرا أعطيني جان، رجعت كررت علي الكلام هذا يعني لا، قلت لها لا بلا زحمة أعطيني جان، يعني شيء غريب إلي يعني مصدوم يعني. لما قالت لي فعلا جان مات يعني أنا ما تمالكت نفسي وما قدرت أحكي معها، وهي أصلا منتهية وقالت لي بالحرف جان أمنيته أي شيء يعملوه أنت اللي تعرف فيه أول واحد، ما كنت كلمتك لأنه أنا مش عاوزة بمصيبتي إلا أكون مع
نفسي يعني. فقالت لي مشان هيك أعرف أنت أعز واحد عنده، وأتمنى هالشي يعني. مشان هيك قلت لك يكون عندك خبر إنه جان صديقك توفى. ف يعني بس لحقت أسأله يعني، يعني فكرت إنه اغتيال أو أحد ضاربه أو شيء. قلت له بس أحكي لي كيف صار هذا الشيء يعني. قالت لي عشى ونام وما صحي، هاي كل اللي عرفته يعني. فبعدها أحمد قال لي راح نعمل حلقة. قلت له لأحمد شو نسوي؟ قال راح نسوي حلقة هسه، وأعتقد البعض شافوا الحلقة وكانوا مشاركين فيها من ضمنهم رمضان وأمير. فحاولت خلال الحلقة يعني أتصل أتواصل معها مشان أعرف كيف أقدر أساعدها، وكنت ناوي أروح لندن. المهم اتصلت فيها يعني، هذا شيء جديد ما حد يعرفه. خبرتها لأحمد لكن خايف يعني. حكيت معها قبل ساعة ساعة ونص، طلعت صديقتها على الخط، اتصلت بواتساب ما حصلتها فاتصلت مباشر. فطلعت صديقتها وقالت لي وضعها تعبان وما تقدر تحكي وهي. قلت لها مو مشكلة، كنت عاوز أفحدها أشوف شو محتاجة. في كثير ناس عاوزين يتبرعوا للباتريون. ف حكيت مع صاحب يعني صاحبة زوجته. فبعدين هي طلعت لي على الخط واعتذرت، قالت أنا مش قادرة أتكلم متأسفة، بس لما حكيتها بهالشي رفضت رفض كلي. وأنا أتفهم هالشي لأن هي المسألة سخنة عندها، مبارح متوفي. فقالت شكرا جزيلا، أنا فقط خبرتك لأنه أعتقد هاي من أمنية جان إنك تعرف كل شيء عنه. فأنا محكي وعندي كل شيء. قلت له خلص أنا إذا عاوزة الآن أكون بكرة حقت على التكت وأكون عندك في لندن، أكون حدك ونشوف شو نعمل إجراءات وشغلات. يعني هم ماخدينه الآن الثنين، ممكن تصير مسألة الدفن والشغلات. قلت له الدفن يحتاج فلوس، ويعني أصدقائه كثير وأحبابه كثير وعاوزين يقفوا معه. طبعا رفضت إن رفض كلي، وصديقتها صارت تبكي وعطت الخط مرة أخرى لصديقتها. قلت لها أنا عارف فاهم الوضع اللي هي به، بس إحنا عاوزين بأي طريقة نوقف مكانها. فلما رجعت آخر مرة حكيت مع زوجتي، يعني اعتبريني أخوكي الأكبر، وأنت تعرفي إنه جان مو صديقي، أخوي يعني. بأي يعني وسيلة أكون جنبكم وساعدكم، وهلا أقدر يعني أجيكم؟ قالت لي لا مشكور، توعديني بعد ما تهدئي إنه أتواصل معك شوف شو راح نقدر نعمل ونساعد جان. يعني رفضها كان قاطع، وهذا من طبيعتها وطبيعة جان. لما كنت أحكي معه أجيب في طاري الفلوس أو مثلا بصورة غير مباشرة أتكلم عن الفلوس أو هو محتاج شيء، كان يزعل مني. قال لي لو كررت هذا الكلام أنا أزعل منك، وبعد ما نكون أصحاب إذا جبت كلام أنه فلوس وما فلوس والشغلات. فقلت له خلاص دين أو أي شيء. قال لي أرجوك سكر هالموضوع. وهي نفس الشيء، نفسها عزيزة. مع العلم يعني وضعهم يعني مو مثل ما بعض الناس يتصورون، وضعهم يعني تعبان يعني عادي. هو يحاول على التاكسي ويوفر قوته وقوت زوجته وأطفاله. المهم يعني كان الرفض نهائي، فقلت أتركها. قلت لي يعني أتمنى إذا اتصلت فيكي بعد يومين ثلاثة تكون نفسيتك أحسن ونحكي أكثر. قالت لي إن شاء الله. فأنا ناوي أتركها اليومين ثلاثة ومقدر اللي هي بي،
وراح انتظر يعني شو راح يصير. ومن هذا المنبر منبر اخوي سال يعني احنا ثلاثة تقريبا بدينا سوا يعني جان قبلنا وسال ورا جان وبعدين انا، فاحنا كنا ثالوث يعني دائما نلتقينا. فمن هذا المنبر يعني الاصدقاء اللي يحبوه اذا يقدرون يعني اذا اي واحد يقدر $5 $10 قد ما يقدر يعني يساعد، وهذا مو، واللي ما يقدر ما عليه اي عتب يعني يبعثوا على الباتريون. حاطوا احمد حرقان في تحت الحلقه، واعتقد سال كمان مسوي هالشيء، واتمنى اللي يقدر يساهم نكون ممنونين منه، لان هذا المصاري اوتوماتيكيا من الباتريون راح يروح على حسابه، وهي راح يعني راح تقبل بالامر الواقع اذا الفلوس صار بحسابه. ف يعني حكيت اللي اعرفه، وعندي هوايه ذكريات ويا جان، بس اعطي مجال الاخرين، واذا عندكم اي سؤال او استفسار انا موجود وجاهز. شكرا ابو الحكم، وبس للعلم انه ابو الحكم سيكون المركز الرئيسي، اذا عندكم تبرعات او مساعدات او اي شيء في هذا الامر سيكون مع اخونا ابو الحكم. خلي عمل شير معاكم على احد فيديوهات اخونا الحبيب. عفوا سال، انا ما مو انا اللي ما لي علاقه، ببعثوا على الباتريون اللي المهم بس اخو اخر محاولة تحكير لأخونا الحبيب. أوكي. تحاقم الأخوان المسلمين جيش محمد، وأخيرا قدر يهكر قناتي جعب الإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. للأسف شفنا ادعاءات كثير إنه راح يردوا علينا بالصوت والحجة والبطيخ وكل البطيخات المسمرة. شفنا في الحقيقة في الأمر الواقع كيف ردوا علينا في تحكير القناة هذه الشاطئية، وفكرين حالهم شيء عملوا شيء عظيم. على كل حال أنا بدي أعمل لايف مثل ما بقولوا، بس أحعمل شير سكرين وأفرجيكم كيف صارت القناة يعني. صديقي مستمر أفكارك مستمرة وقناتك ستستمر. صديق آخر معنا أخونا الحبيب يسري، تفضل إذا تحب تقول كلمة. مساء الخير أصدقائي جميعا. الحقيقة مش عارف أقول الحقيقة، يعني خبر كان موجع قوي، أنا بقالي أكثر من ساعتين مش قادر أمسك نفسي خالص، يعني بكاء مستمر، ما كنتش متوقع أبدا أن الراجل ده هيموت كده بالطريقة المفزعة دي. جان لسه صغير في السن يعني، وكنت متفق معاه من كنت بكلمه في التليفون. على فكرة بالمناسبة جان مش ساكن في لندن خالص بالمناسبة، يعني عشان في بس بعض الناس بيقول ان هو عايش في لندن، هو مش في لندن اصلا، يعني هو بيقول للناس لندن علشان المشاكل، عشان الارهاب الهندوسي. اتفقت معاه ان في صديقه مشتركه بيني وبينه كانت هتزورني، كنت هاخدها ونروح نتغدى مع جان ونقضي يوم معاه نتكلم، وحتى كان في احتمال ان احنا نعمل حلقه يعني كده لو كان الظروف تسمع يعني، بس يعني ما حصلش بقى، الموت خده. بس مش عارف اقول ايه حبيبي. بقيه بحياتك لم يرحل صراحه، سيبقى في قلوبنا وذكراه هنا معنا، يعني الجسد راح لكن هو معنا دائما. نبينا اذا تحب ارجو المعذره.
أتكلم. شكراً. أنا وصلني الخبر قبل الحلقة بعشر دقائق مش أكثر، يعني كان حديث شخص كتب لي الله يرحم جان، قلت له شو اللي صار؟ دقيقتين بعدين اتصل بي أخي سال وقال لي خبر، قلت له شو خبر؟ قال لي جان توفى. يعني قبل نص ساعة ما كانش عندي خبر إنه متوفي. طيب الله صراه، ذكرياتي مع جان كثيرة جدا والشواهد موجودة، ربما عملنا أكثر من 50 حلقة مع سوا. أنا جدا ممنون إلو، نحن حافظ على هذه الأشرطة لذكرى، دائما أشرب على صحته، بدي أشرب كمان على صحته. طيب الله صراه. بصحتك نبيل، وبصراحة المفروض نحتفل بحياة هذا الشخص الرائع البطل اللي كان مثال ذكرنا قبل شوية، كان فقير يس، كان يعني كان فقير اقتصاديا أو ماليا، كان غني جدا مبدئيا وعاطفيا وعائليا، غني بكل معنى الكلمة. الرجل اللي يرحب في وقت متأخر جدا بحاجة تكلم معه، يرفع التليفون ويظل يتكلم ويتكلم، رائع بكل معنى الكلمة. لا أريد أن أطيل عليكم، يعني بصراحة المجد والخلود لحياة هذا الشخص الرائع اللي أثر على آلاف ممكن ملايين متخبيين. بهذه المناسبة مرة أخرى أدعو إلى نبذ الخلافة، ترك الأمور الشكلية على الجانب، واتجاهنا واحد هو الإنسانية. كلنا جان، كلنا أجهر وأثر مستمر معنا. إذا أي شخص يحب يرفع المايك ويتكلم أهلا وسهلا بكم، أو ننهي في أي لحظة. تحياتي. عايز أقول حاجة بعد النقطة يا جماعة. تفضل. عايز أوجه رسالة لو في حد بيسمعني، يعني كل الناس، معظم الملحدين ناس كويسة، وخاصة الناس اللي عايشة برة عندهم يعني قدرات مادية كويسة، فعيب بجد يعني إن جان يموت ويبقى أسرته في حاجة إلى مادة، أو إحنا المفروض نقدم إيد المساعدة. مش لازم حد يطلب من حد، مش لازم نعمل حملة. مفروض يا جماعة إنه إحنا ناس اتبهدلنا عشان بنقول كلمة حق، اتبهدلنا علشان قناعاتنا وأفكارنا. فلما يكون واحد زي جان مات في سبيل هذه القناعات وهذه الأفكار، وعاش طول عمره غريب ومتغرب عشان أفكاره، أقل ما يجب يعني إن احنا نقف بجد، يعني خلي بقى فيه شوية ضمير، ما بقاش كلامنا كله شعارات، كلام وبوستات بننزلها وخلاص. يعني أنا بتكلم عن خبرة سابقة، ان انا ما لقيتش برضو في موقف ما، يعني ما لقيتش الناس واقفة معايا متكاتفة لصالح شخص ملحد مرمي في السجن. فانا ارجو بقى يعني في قضية موت اخونا الحبيب جان، اشوف بقى رجالة بجد، مش اسمع وكلام وخلاص. ما ينفعش الكلام، لازم تبقى فيه مواقف عملية يا جماعة، وإلا يبقى انتوا ولا حاجة وافكاركوا رخرة كلها ولا حاجة بجد. يعني شكرا لك. والأمر لساته صراحة كله ساعات، وأكيد سنرتب شيئا ما، وراح يكون أبو الحكم شئت أن أبيت. حبيبي أنت الأقرب لجان، وكلنا قريبين له، وسنحاول شيئا ما. دخل علينا شخص آخر على بعض. وائل تفضل. وائل سمعني؟ اوكي شباب، اذا في اي حد يحب يثير كلمه اخيره. المهم انا اقولها صراحه، انا مؤمن بهذا الامر في قلوبنا. سال حبيبي، عندي رجاء لك،
حطيت لك الرابط تخليني اشغله بس انهي كلامي. الرابط موجود الشغل الرابط خلي نسمعه. نعم، وبالمناسبة الموت ليس فاجعة، كلنا بالدور، هي كلها مسألة وقت. عندك مدة محددة على هذا الكوكب والكل سيزول، إنا للكون وإنا إليه راجعون. أحب وتحياتي لصديقي اللي تركنا وراح جامبورو. بس أحب أوجه رسالة عن طريق القناة مالتك إذا تسمح لي. أو تفضل. أحب أوجه رسالة لكل من تشمت بموت إنسان مهما كان اتجاهه الديني أو السياسي أو الفكري. أنت من تشمت اليوم بموت إنسان وتعتبر أن هذا الإنسان كافر وفرحت لأنه مات، فتذكر نفسك أنه أنت هم راح تموت في يوم ما، تذكر أنه أنت همين جزء من عائلة مثل ما هذا الإنسان جزء من عائلة. وأكيد اليوم أنت إذا قدت شخص عليك عزيز من هاي العائلة راح تتأسف له. فراعي شعور الناس المقربين من هذا الشخص الفقيد، راعي شعور المقربين من أصدقائه. انسى دينك، انسى إلهك ولو للحظات، تحلى بروحك الإنسانية حق حاله. اليوم أنت إذا متأكد مهما كان دينك مهما كان أفكارك، بس إذا شفت شخص محتاج مساعدة وواقع بالأرض راح تجرى عليه مساعدته بدون ما تسأله شنو دينك وشنو إلهك وشنو مذهبك. فعامل الناس الإنسانية حتى ترتاح نفسيا، لا تخلي السواد اللي داخلك ينسيك الإنسانية. هذا اللي حبيت أوصله لكل من يشمت بموت أحد. شكرا. أنهي الحلقة مرة أخرى بصراحة، أنه لا أريد الجهلة، الجهلة والمخرفين والمغيبين لحقونا في الدنيا ويريدون أن يلحقونا في الآخرة. كريم تفضل حبيبي. غير كلمة واحدة، يعني أنا معنتها أشكر، معنتها كل واحد يتكلم في الحقيقة قال اللي لازم يتقال، أما أنا معنتها أتمنى شيء زيادة عن ذلك وقاله الأخ، هو أن الجهر بالإلحاد لازم يتواصل. قناة جان يعني أكبر حاجة نجم نقدموها الجان، يعني باش يبقى في التاريخ، هي القناة متاعه. أي واحد منكم يعني نجم يمسك القناة متاعه ويقوم بدور جان، يكون أكبر حاجة عملها. هذا ايش حبيت نقول. أستاذ كريم أنا عندي تذكرة. كريم شكرا للتذكرة. نعم وشكرا لأمير. المفتاح مع أخونا أبو الحكم، وسنستمع. احنا كنا آدمي فيها بس يعني راحت الأكاونت اللي بتاعنا صار حظر علينا، فسنستمر وننشر حلقات أخرى. جان حبيبي أنا في حاجة عايز أقولها من فضلك. سأل سوري أسف. برنامج جان لازم يستمر، يعني البرنامج اللي كان بيقدمه جان لازم حد يتولى المسؤولية دي من بعده، مش بموت جان يتوقف البرنامج. أكيد أكيد يسر. أنا معاك النقطة دي برضو عايزك تركز عليها سالم من فضلك، وأنا هتواصل مع أسرة جان بلا شك يعني. بس أنا عشان عرفت يسر عفوا، الأمر بإيدك وبإيد أبو الحكم وبإيد كريم وأمير وكل أخوان. حاول نعمل، أنا هتكلم في كل ده، هتكلم في كل ده مع يعني لو قدرت أن أنا أتكلم مع زوجته يعني بكرة أبقى كل ده يعني ممكن أقوله لو كانت الظروف تسمح أن أنا أكلمها يعني. بس أنا شايف أن الوقت مش مناسب، استنى بس كام يوم بس أنا هتكلم عشان أروح بنفسي لو كان يعني هي تقبل أن أنا أروح أعزي أو أقف جنبهم أو أعمل أي حاجة يعني. أنا عفوا سأل، أنا الحلقات اللي اتفقت بها مع جان راح يطلع بقناة جان، اثنين مع رياض، وبعدين نعمل حوار مفتوح كله بقناته، حوار مفتوح كيف نربي أطفالنا. هاي متفق بها مع جان، أنا لازم أطلعهم. حلقة أخرى مع ديف. طيب أبو الحكم مساء الخير يا حبيبي. أهلا أهلا يسر. أهلا حبيبي. لو قررت أنك أنت تيجي إنجلترا عشان نروح لأسرة جان، أنا هستناك في المطار ونروحوا له مع بعض. أو ما قررتش تتولى مسؤولية برنامج جان، من فضلك
لا القناة يعني مستمرة، يعني خير القناة خير مستمرة. واحد يمثل لا لا يعني البرنامج ده دلوقتي، أنا يعني ما عندي مانع أي شخص أيضا يكون معي بالقناة، لأنه هاي قناة صارت أصبحت للجميع مو بس لإلي، أصبحت للجميع الأخوة. أي واحد أنا أعمله مدير، أعمله مدير معي ويقدر يقدم حلقات فيها، ونحاول نعملها بالتنسيق مع بعض. أي شخص هاي القناة أصبحت للجميع ومن حق علينا، والصفحات أيضا أنا مستلمها، صفحات الجهر وبرنامج الجهر والاتجاه المشاكس وكل الصفحات موجودة، شبكة الحال الشرق الأوسط كل موجود عندي. احنا نتواصل، أنا شوية يعني اليوم مشوش جدا وما أقدر أي شيء أسوي اليوم، بس من بكرة راح نعمل الشيء، والثنين راح من قناة جان راح نقدم الحلقة اللي اتفقت بيا ويا جان مع رياض. شكرا أبو الحكم. في الختام المجد والخلود لذكرى حبيبنا جان بورو واللي أثر على الجميع.